بس احنا ما شفنا قصف يعني من يوم اللي بدأ القصف النسي، بقى بس القصف الإيراني والتركي للشمال، هذا اللي قمنا نشوفه الآن حاليا. يعني ماكو بعد الفصائل تضرب محيط السفارة ما يقدرون يضربون محيط السفارة بعد، لأنه القادة هؤلاء الميليشيات الآن يتفاوضون مع الأمريكان من أجل تشكيل الحكومة. يعني الحكومة من تتكون الآن؟ الإطار التنسيقي من يتكون؟ عصائب أهل الحق ليس جزءا من الإطار التنسيقي؟ بيه. تمام لولا باقي الفصائل كثير من عندها موجودة داخل الإطار التنسيقي، وهم الآن يتفاوضون مع سفراء الدول. ويوم أمس السفير البريطاني قاعد هادي العامري، واليوم رئيس الوزراء المكلف قاعد ويا السفيرة الأمريكية، وقبلها راحت زارت السفيرة الأمريكية عمار الحكيم. وعلى هذا المنوال سيتم تشكيل الحكومة. طيب. ولذلك أنت ما تشوف أكو لا قصف على سفارة ولا على قوات أمريكية موجودة، لأن موضوع القصف هذا لا يتعلق فقط بتشكيل الحكومة العراقية. طيب. يتعلق بالوضع داخل إيران، المسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الآن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية متوقف تماماً. طيب. لكن العلاقات بين أمريكا وبين إيران الآن دين ودبس. حلو. هذا ما حد يقدر ينكره. ليش؟ لأنه الآن اللي بقي النظام الإيراني قائم حالياً داخل طهران هي الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء هذا من خلال تصريح.